أحداث التوتر الأخيرة وغلق المعبر الحدودي بالجنوب التونسي مع جانبه الليبي راس أجدير ألقت بظلالها على سكان معتمدي بنكردان الحدودية. فالجانب الاقتصادي لهذه المنطقة دائما ما ارتبط ارتباطا شديدا بالمعبر، فما هي حقيقة الوضع الاقتصادي التي تعيشه هذه المنطقة وما هي أبرز ردود الأفعال؟ نخدم ونبدلوا شوية للليبيين شوية فلوس، اللي بيشي بجنيه نبدلونا نعطوه جنيه تونسي، ولا عندنا شوية هيك بورسنتاج بتاع ربع خمسين قرش، يعني 500 فرنك في المية، ولا نبيع مثال شفرة، ولا نبيع بدون استاذ نسترزق نعيد ذريتي الحمد لله يا ربي. ولا وقت اللي يوقف المعبر هذا تحبس بنكردان كاملة، وهو المعبر مش لنا احنا، مش كبنكردان، احنا واخذين فيه بنكردان 30%. السكان معنا بنكردان، معتمدية بنكردان 120,000 نسمة بتأثر عليها، معنا ساعتين معنا غلقان المعبر تأثر على المعتمدية بصفة عام وولاية بصفة عام اقتصادي. معنا المعبر هو الشريان الوحيد معنا للشعب بنكردان. يعتبر المعبر هذا 80%. عندنا شوية صيد بحري، شوية فلاحة، لكن ما تغطيش حتى 20%. احنا وقت اللي سكر المعبر هذايا نعتبره نصبحه بطالة في ديارنا. بالنسبة لتسكير المعبر راس أجدير من أكبر الأخطاء، سواء من الجانب الليبي ولا من الجانب التونسي، لأن لو تسكر خلينا نكونوا صريحين المطار يعتبر تدمر في طرابلس، ومنفذ بحري مش موجود، يعني هذا المنفذ الوحيد اللي طلع برا البلاد. لما تسكر الحكومة الليبية ولا تسكر الحكومة التونسية، معناها يعني صارنا خلينا نقول بكل صراحة، ولانا زي غزة متحاصرة من كل مكان. لهذا بالأصح إنه يمكن يتنظم المعبر أكثر من هيك. اقتصاديا كي يبدل الحدود معناها، يعني أمور أمنيا معناها مرتاحة، يولي معناها إنسان مواطن مرتاح، معناها سواء ليبي ولا تونسي، كي يدخل ليبي لتونس ولا الليبي يدخل غادي. في العادة خاصة المدة الأخيرة هذه ثم توافق كبير ياسر، لما حاله هو شل، حتى معناها صار تراكم كبير ياسر هنا، وصار حتى معناها انخفاض كبير ياسر في العملة وضررت برشا ناس، لكن مع طول الوقت تصلح بشوي بشوي، لكن إذا كان يبقى مغلق هكا تولي العملية فهمت سلبية. وبالنسبة لسكان بنكردان نعلم ما وراء الحدود، بصيفتنا معناها احنا أهل الحدود ومعنا ونمثلوا أمن من درجة الأولى من تونس، ما بقى نعرفوا شنو ثم وراء الحدود، يعني الحدود مريقلة معناها ما فيهاش حشود جيش ولا فيها شيء، ناس تمشي وتجي ونورمال ما فيش حدود، يعني ثم حاجات معناها صايرة معناها بسيطة معناها إنسان نتاع الليبيين هذا معناها أمور قاعدة أمنية نتاعهم مش مريقلة، ما بقى مقدنا من تونس معناها إنسان الحمد لله لمن مستتب والأمور مريقلة ياسر فهمت الله. قلت الآن أنا وصلتني أخبار أن في حوالي 9,000 مصري موجودين في الحدود، يعني هذا موضوع كبير على تونس، يعني وبدأت لو دخلوا المصريين هنا ما أعتقدش أنهم حيطلعوا تاني، يعني لأن الحكومة متاحة مش حتلها بهم، لأن عندها ملاهية هي أصلا وحيفضلوا موجودين هنا.